طبعا لما بلشت الأحداث بسوريا كثير صار في نقص بالكادر الطبي، وأنا عندي معلومات بالإسعافات الأولية، فكان لما يصير في قصف أو ضرب يعني كثير أحاول أساعد الناس اللي بحاجة لهاي المساعدة. احنا اسعافات اوليه داخل المركز وخارج المركز، عندنا خدمات خارج المركز وعندنا توعيه كمان، توعيه داخل المركز وخارج المركز، بنطلع على المدارس بنطلع على الروضات. منطقه ريحه لساتها منطقه ساخنه يعني لساتها الضرب شغال عليها، فكل فتره يعني في ضرب على ريحه. انتم بتسمعوا الاخبار من قصف طيران او صواريخ او قذائف، فانا بحس حالي لازم اكون بهذا المكان، لازم اساعد. فكمان يعني مهما كان في كادر طبي بيكون بده مساعدة، لأن أيام بتكون أعداد الجرحى والأعداد كبيرة، فهون بتحاولي تساعدي، أنت عندك معلومات فبتقدميها.